غالب الظن انه يبي يلعب علينا عشان نزوده في السر، لكن انا صورت لك الرجال، يمكن انك تعرفه ولا شيء. اصبر اصبر اصبر، كني عرفته. متى طلعه من السجن ذا؟ ابن الهايزنبرغ الله اكبر عليه، ما عاد كفي البنوك وانا فلوس مخدرات. لا لا تحط في ذمتك رجال، لا والله منعم عليه. اقول والله في ذمتي، حطها في ذمتي انها فلوس مخدرات دي. اعرفهم انا حق المخدرات، ما يحطون فلوسهم في البنك، خافون طافش ناط. والله اي والله، لو شطرت لنا 50 ريال بيحس. حرام، ما يجوز فلوس مخدرات دي. والله والله صورني بالله يا بر. قم 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 على الفلوس، قم على النعمة. قم يا رجل، ما كان زابد على خبري. اي احسن من اخر مره جيتها. يا رجال اغسل في نيتي، مو بس فلوسكم.